كشفت الفنانة المصرية فيفي عبدو عن إعجابها برأس النجم العالمي من أصول لبنانية شاكيرا، إلا أنها فاجأت الجميع لما قالت أنه شاكيرا تعلمت الرأس منها ومن زميلاتها والتاريخ موجود، وذلك أثناء حلول فيفي ضيفة على برنامج الإعلامي اللبناني هشام حداد واللي بيحمل اسم راحت علينا. شاكيرا تعلمت من فيفي عبدو؟ طبعا. بس بقى طبعا من كلنا، مبالغة هاي. مش بس أنا، لا ما ببالغش أنا، التاريخ موجود. كما عرض فيديو بالحلقة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي هي وعم ترقص، لتعلق فيفي قائلة هيفا جميلة جدا وأخذت دروس رأس مني على المسرح لما كنا بلبنان. أنا جيت في لبنان هنا وكنت بدربها، كنت على المسرح في برنامج معاها وكنت بدربها الرأس الشكل. وعلى الرغم من أنه نصيف سبق وتحدث عن سلبيات الشخص المغرور بمقابلات سابقة عدة إله، وعلى الرغم من أنه الأغلبية بيثنوا على تواضعه، إلا أنه فيفي عبدو صرحت العكس ووصفته بالمغرور، مشيرة إلى أنه عنده الأنا. وعند السؤال عن السبب أكدت أنه عملت له فولو بس ما عمل له فولو باك على الإنستغرام، وأضافت أنه سواء هو أو الفريق اللي بيشتغل معه لازم يكون هناك أسلوب بالتعامل واحترام الآخرين. أنا شايفة شوية عنده الأنا. أوف نصيب. يعني ده الطباع اللي أنا لقيته فيه. وعن إمكانية ارتداء الحجاب بيوم من الأيام قالت فيفي لو ربنا أمرني أني أقوم ألبس الحجاب بس مش هشلحه. وبسؤالها عن ما إذا كانت عم تلمح تجاه الفنانات اللي خلعوا مرة أخرى الحجاب مثل صابرين، فرفضت فيفي عبدو التعليق مكتفية بقولها ربنا بحاسب كل واحد لوحده، فكل واحد مسؤول عن نفسه وإنت برضو ما بتعرف شو ظروفها، لكن أنا بإذنك يا رب لو حطيت الحجاب فما ممكن اني اخلعه. على صعيد اخر وجه هشام حداد سؤال لفيفي عن امكانية زواجها للمرة السادسة بحال انفصلت عن زوجها الحالي، لترد قائلة نعم تاني وتالت وعاشر، ما بدي اتزوج ليه؟ عرجة ولا مكرسحة؟ الفنانة فيفي عبدو تعتبر من أكثر الشخصيات عفوية أمام الكاميرا وبتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن هل بتعتقدوا إنها ظلمت الفنان السوري نصيف زيتون بتصريحها واتهامها إله بالغرور؟